النهارده بنوقع البروتوكول التعاون بصفه رسميه، وبنطلق اول مشروع لتدريب حوالي 400 شاب في محافظه الغربيه والفيوم من ديسمبر 1 حتى ديسمبر 2016 حتى يونيو 2017. الغرض من هذا المشروع هو التوعيه بالهجره الامنه. لازم نعرف الشباب انه هو مهم جدا انه يسلك الطرق الشرعيه للهجره، لانه في النهايه الدوله بكل مؤسساتها وبكل طوائفها يعني مهتميه بحقوق هذا الانسان وهذا المواطن. النهارده الحقيقه توقيع هذا البروتوكول به تجسيد او النموذج الاول لتعاون الدوله مع منظمات المجتمع المدني. فانا الحقيقه فخوره جدا انه يكون هذا التعاون بيني ما بين الدكتور علي جمعه هذا العالم الكبير الذي يعني اكن له كل تقدير وشكر على الحقيقه كل اللي بيعمله من خلال مؤسسه مصيركم.